ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نبدا فقرتنا التانيه في برنامجكم القهوه. زي ما قلت لكم بقى قبل الفاصل، في ناس كتيره جدا واخده انطباع عن ان الست ما بتعرفش تسوق، ولو ساقت يبقى كده هتعمل مصيبه. النهارده معانا فقره جديده من خلال ضيفتنا وضيفتكم كابتن راشا صلاح الدين، كابتن فريق مدرسه راشا درايفنج. صباح الفل. صباح النور. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. كله تمام؟ الحمد لله. نحن ناس بتخاف يعني، انا لو ماشي سايق وشايفك انت سايقه جنبي اخد جنب، ممكن اطلع في الرصيف. هي هي عشان ممكن تكون مثلا متعلمه في مكان غلط، محدش عارف يوجهها. لكن احنا عايزين نتكلم بقى على منظومه القياده هنا في مصر مبدئيا كده. اتفضل. قولي بقى، عرفيني بنفسك. بص يعني. معاك كابتن رشا، كابتن فريق مدرسه كابتن رشا درايفنج. انا دكتوره بدرس في جامعه بره مصر، جامعه في دوله عربيه. تمام. وحاليا عندي كذا طبعاً مدرسه، عشان اقول عشان الدعايه. عندي كذا مدرسه برضو بدرس فيها هناك، ومش بس بدرب، لا بطلع مدربات. يعني لو جات لي مثلا سيده عايزه تشتغل، بعلمها ازاي تبقى مدربه، وبخليها تبقى مدربه محترفه. يعني مش بروفيشنال، يعني الموضوع مش مقصور على السواقه بس، لا اعلمها كل حاجه، خليها تبقى مدربه بروفيشنال كمان. كمان طبعا، الحمد لله رب العالمين. يعني ده مدرسه متفرعه الحمد لله، ورينا كذا مدرسه كمان بسم الله ما شاء الله. طيب خلينا اقول لك ان ازاي جات لك الفكره انك انت تعملي المشروع ده، برغم ان هي الشغلانه دي مصنفه ان هي رجالي شويه. تمام. بص حضرتك، انا والدي ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسامحه، كان عندنا مكتب تعليم قياده سيارات من زمان في التحرير. تمام. بس يعني السواق ما كانش زمان زي دلوقتي، كانت قليله، كانت لسه الدنيا مش شغاله. ما يعني قليل جدا اللي يجيب عربيه، قليل جدا اللي يجيب. لكن انا كنت من صغري كنت بنزل مع الحصص، كنت يعني من وانا عندي شغوفه يعني بالموضوع جدا ده. جدا فوق ما تتخيل. يعني مثلا من قول 6 سنين كده انا كنت بنزل معاها احضر السيشنز. طبعا كنت انا صغيره كده كنت بحط مخده ورا ظهري عشان انزل واشوف بابا بيعمل ايه. بتشب بقى وكده. الحمد لله لحد ما شربت وحتى الميكانيكا. يعني انا افهم في الميكانيكا كويس جدا. ميكانيكا؟ طبعا. كنت بنزل كده تحت العربيه مع بابا واشوفه بيعمل ايه. طبعا. واعرف لك انواع العربيات ايه، دي كويسه دي مش كويسه. يعني اعرف العيوب. لو ماشيه في طريق وعربيه عملتها معاكي، اعرف اصلحها طبعا، كاوتشات وكل حاجه. طبعا الحمد لله. يعني الحمد لله رب العالمين. زي ما قلت لك شرب الموضوع من صغري. كويس. والدي الله يرحمه علمني كل حاجه. بالذات انا يعني دون عن اخواتي، انا بحب الموضوع من زمان، وحب يعني انا متعلمه السواقه، بابا علمني وانا كنت في اولى اعدادي بسوق. بسوق. زي ما بقول لك كنت بحط كده مخده ورا ظهري وبسوق. بشوف بقى اسلوبه، طريقته في الكلام، الصبر على العملاء، دايما يبقى الابتسامه دي مش مفرقه وشه، دايما يبقى في كده اسلوب مبسط. حتى الغلط بيمدح الاول، بعد كده يغيب الغلط بعدين. ما بتش دايما مثلا لما العميل او العميله تعمل فعل غلط او تكسر على اللي جنبها او حاجه زي كده، لا لازم يكون في حاجه اسمها تحفيز عشان اللي قدامك تاخد منه احسن ما عنده. صح. لو انت مثلا اي عميله جت تتعلم السواقه، بالذات السواقه غير اي مهنه تاني، مهنه خطر. واحنا كستات دايما يقولوا لنا، يعني كنا في اول البروجكت في اول مره كنا بناخد تعليقات سخيفه جدا. ليه بقى؟ انت مكانك في البيت، انت اللي منزلك، انت حاجات يعني سخيفة. ما هي عشان الفكرة ان محدش في الاول مفيش استصاغة ليها. بالظبط. هو مش فكرة جديدة. طبعاً. وثقافة جديدة ان ممكن تكون امرأة واحدة ست مسؤولة عن بيزنس المفروض يكون اللي بيديره صاحبه راجل. تمام. بالظبط. فالثقافة دي هي ناقصة عندنا شوية. تمام. لكن باللي بتقوليه وبالتخصص بتاعك وبالشغف بتاعك، واضح ان الموضوع لما بيطلع من الصغر. الحمد لله. مش مسألة يعني. مش اصل القصة يا جماعة مش مسألة ممارسة، على قد ما هي الكابتن رشا واخدة القصة بعلم، ببحث. الحمد لله رب العالمين. اتعلمت ودرست وتخصصت. مش قصة انا بحب السواقة يبقى انا هعمل كده. لا، ربنا دايما يا رب يجعلني سبب ان انا اساعد كل ست وتروح شغلها، واساعد كل ست ان هي تسوق كويس، ما تأذيش حد في الطريق، واعلمها باسس وقوانين ان هي ازاي تحتفظ بالمسار بتاعها، ازاي في كل مهاره. طبعا في 16 دوره او 16 مهاره في تعليم قياده السيارات. طبعا الناس اللي بيسمعوني يقولوا ايه ده 16 مهاره، ايه ده يا كابتن، ده ادخلي يمين شمال. عشان كده
60% من حاله الوفيات في مصر بسبب حوادث السيارات. حوادث السيارات حتى الرجال على فكره برضو يعني انت حوادث كتير عشان الناس مش بتسوق كده. يعني مثلا انت مثلا يعني راجل مثلا ممكن لو عايز تتعلم السواقه تقول لك صاحبك هات صاحبك يوديك مثلا اي مشوار اتعلمت. لكن لا انا بعلم باسس وقوانين وصح. مفيش عميله او بنوته طلعت من تحت ايدي الا الحمد لله. لما سافرت اسكندريه لوحدها، شرم لوحدها، مرسى طبعا طبعا الحمد لله. انا من اول سيشن بطلع الزحمه على طول. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انا كده، انا الحمد لله رب العالمين عندي قوه تشجيع لاي عميله لا تتخيلها. ممكن اطلع لك احلى ما فيها بالتحفيز والتشجيع. الحمد لله الفريق بتاعي وفريقنا الحمد لله احنا ماسكين محافظه القاهره والجيزه المنصوره اسكندريه دمياط المنوفيه سوهاج المنيا. انا عندي اكتر من 450 مدربه بسم الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وبرضه بنتميز بحاجه ان احنا ارخص سعر حصه في مصر كمان طبعا. يعني احنا حصتنا ب 140 جنيه الحصه، ب 140 جنيه يعني ساعة؟ كل ساعه كامله عملي في عملي. بص كده الفيديو ده. ده ايه ده بقى؟ دي عميلة كانت ماشية في شارع المريوطية في عز الزحمة ومنبهرة جدا بسواقتها، مش يعني مصدقة أصلا. يا عيني واضح عليها إن هي منبهرة بنفسها. هي بتقول لي يا كابتن أنا إزاي أصلا يعني تخرجتي مني الحاجات دي. يعني أول مرة ماشية في الزحمة أهو شجاعه فظيعه، ما استنتش طبعا مدياني الثقه في نفسي فظيعه حبيبتي. فالحمد لله حلوه قوي الحمد لله. الحمد لله. بصوا زي ما انتم شايفين هي ماشيه في الزحمه، بص كمان ملاحظ واخده مسافه امان بين العربيه، مسافه قانونيه. طبعا يعني زي ما بقول لك لما انا بعلم لازم في 16 مهاره لازم اعلمهم لاي عميله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة كابتن رشا ومعانا الجميلة الشجاعة رنا، واحنا في فيصل في شارع الليبيني، وهي ما شاء الله عليها بتتدرب على عربيتها واول مرة تسوق واول سيشن. ازيك يا رنا؟ اول سيشن عاملة ايه يا جميلة؟ قولي علي صوتك شوية. عاملة ايه بس ايه اخبارك؟ ايه رأيك في الكورس؟ لا تمام والله، يعني اول مرة ماشية في الزحمة اهو. شجاعه فظيعه، ما استنتش طبعا مدياني الثقه في نفسي فظيعه حبيبتي. فالحمد لله لا حلوه قوي الحمد لله. بصوا زي ما انتم شايفين هي ماشيه في الزحمه في شارع الليبيني في عز الزحمه، ما شاء الله عليها مسافه الامان اللي انا قلت لها عليها وماشيه في المسار بتاعها. انا مبسوطه بيكي قوي يا رنا بجد والله بجد. حضرتك مدياني ثقه في نفسك كبيره حبيبتي. وربنا يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة كابتن رشا ومعانا الجميل. نرجع تاني، واضح ان انت بتشتغلي على العامل النفسي بشكل قوي. طبعا العامل النفسي طول ما انا كترينر او كمدرب كسرت الحاجز النفسي بيني ما بين الراجل اللي انا بدربه طبعا او الحد اللي معايا اللي انا بدربه هيبقى في هارموني، في وورم اب تقريبا، في حاجة كده مهارة معينة في الكورسنج او في الماركتنج اسمها وورم اب. تمام. الحميمية كده ما بين المدرب. بالظبط. يعني فريندليك علاقتنا حتى. يعني انا ناس بره مصر سعوديين ومن الامارات ومن فرنسا لحد دلوقتي بيتصلوا بيا. لحد دلوقتي بقى لهم مثلا معايا مثلا 6 سنين لحد دلوقتي يا كابتن، وكل عيد يتصلوا بيا وفي رمضان ويعيدوا عليا. لا هو الموضوع بيبقى صحوبيه. التجارب بتاعتك كابتن كانت واضح ان هي مش داخل قطر مصر بس. لا يعني واضح ان هي طلعت بره. فين بقى؟ انا دربت في السعوديه. صور. في دبي. سافرت فرنسا دور يعني دربت. نزلي تبعك؟ دي عميلة ما شاء الله اتدربت معانا بدون أي واسطة وطلعت الرخصة لوحدها ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يجعلنا دايما سبب إن احنا نساعد الناس، يكون سبب في خير. زي ما انا قبل ما يعرضوا الصور كنت بكلمك في قصه العامل النفسي، انك انت بتكسري الحواجز عشان تقدري توصلي لافضل نتيجه مع المتدرب او المتدربه. يعني تمام. ده مهم في موضوع التخصص بتاع حضرتك جدا. طبعا مهم جدا. اولا المدربه بتبقى العميله بتبقى جايه لي خايفه ومش وفي ناس بيقول عندهم فوبيا. حتى كذا شكوى جات لي من كذا عميله قبل ما تبدا ولما كنت بدي الاوردر لاي مدربه عندي. عندي فوبيا يا كابتن، هاتي لي اشطر مدربه عندك. يا جماعه انا عندي كل الفريق شاطرين خايفين. دايما كل عميله تقولي انا عايزه اشطر مدربه عندك. انا عندي فوبيا.
بنحاول ان احنا نشيل الحاجز بيننا وبين العملاء، ان احنا نبقى اصحاب، نتكلم الاول في اي موضوع بعيدا عن السؤال لحد ما نستدرجها واحده واحده، نبتدي بقى واحده واحده نمشيها الاول في اماكن فاضيه، بعد كده لما الدنيا تمشي واحده واحده البنت بقى بنطلعها في زحمه بنطلعها، لكن انا ممكن من اول سيشن اطلع العميله في زحمه. طيب سؤال فني كده، المبتدئه معاكي المفروض كورس، الكورس بتاعها كم حصه؟ بيبقى على حسب استيعابها. لا هو في وفي، يعني في 7 وفي 10، بس اللي هو الاحترافي 10 حصص. ده بيبقى من الزيرو خالص، يعني بيبقى زي ما قلت لك 16 مهارة عندنا، الفحص الداخلي والخارجي، الانطلاق والتوقف، ازاي تشغل العربية، اليوتيرن، المطبات، الباركينج، القيادة في الطرق السريعة، القيادة الليلية، الدوار، طبعا انا بقول الدوار اسمه اسمه الصينية تمام، اليوتيرن، مسافة الامان، التقاطعات، الحاجات دي لازم كل عميلة تدرسها. والحمد لله رب العالمين برضو في حاجة نسيت أقولك عليها، أنا بدأت من الصفر، أو ممكن تقول من تحت الصفر. تحت الصفر. على فكرة يا جماعة البيج بتاعت كابتن رشا تقريبا فيها أكتر من 25,000 عضو. هي اتفاجئت إن هي بتقولي إن هي بدأت من جاست وان لايك، يعني واحد كده عمل لايك بدأت معاها بعد كده. بالظبط. زي بقى بص حضرتك، أنا حصل لي كده دروب في حياتي كبير، والدي الله يرحمه توفى، وأنا لقيت نفسي مسؤولة عن 4 أولاد صغيرين. 4 اولاد. 4 طبعا انا يعني الحمد لله موضوع السواقه ده خلاص، يعني انا خلاص كده شربته، بس انا كنت احب ان انا ادرس، عايزه ادرسه بقى بتمعن قوي كبير. قريت في الجورنال ان هو مطلوب مدربات في دوله عربيه. سبحان الله قدمت وكان عندي القبول جدا والناس كلهم قبلوني والحمد لله رب العالمين. سافرت الدولة العربية الحمد لله، ترقيت، سافرت دولة عربية تانية الحمد لله ترقيت وبقيت مانجر، سافرت دولة عربية تانية بعد كده، خدت كل ده على فكرة بمجهودي الشخصي، منحة، مش هقول لك ان انا بقى معايا فلوس بقى او لا 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 اطلاقا، كله باجتهادي الشخصي الحمد لله رب العالمين، وبشهادة الناس وبالناس اللي معايا اللي وقفوا جنبي وساعدوني. يعني في ربنا يا رب يجازيها كل خير، مدربة فلبينية، المانجر بتاعي اسمها فلسيتا، هي السبب في كل اللي انا فيه ده، هي اللي وقفت جنبي وساعدتني، وهي اللي كانت بترشحني دايما لاي جامعه في اي مكان. هي كانت الحافز بالنسبه لك يعني؟ طبعا كانت دايما توجهني وبتحفزني، والحمد لله ما فيش مكان الا ما اروحه الا ما كنت امسك العوائل، بمعنى العوائل عائلات يعني البنت ما شاء الله دي الكابتن ايه ده ممتازه، مامتها، عمتها، خالتها، يعني تحس ان انا متخصصه عوائل، حتى هناك بيقولوا الكابتن انت متخصصه عوائل، مش الثقة. ايوه وغير كده ده بيقول لده وده بيقول لده، دي مدربه شاطره سمعه، الموضوع بيسمع طبعا. ايوه بالظبط كده طبعا. الحمد لله رب العالمين ابتدينا، كنت انا لوحدي بدرب بعربيتي 127 واحده 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 واحده، بقى معايا مدربه 2 3 4، ربنا كرمني ورجعت من السفر جبت عربيه كويسه، عملت مكتب، مكتبين 3، الدنيا الحمد لله. بسبب ان الواحد مش بس عايز يكسب اللي هو المكسب المادي، لا هو رساله اتمنى ان انا ابقى سبب ان انا اكون اساعد الناس. برضو على فكره موضوع تعليم السواقه ده مش ان انا باخد بس منه مكسب، لا انا عايزه ان انا رساله تبقى يعني حاجه كده لله، برضو قبل مكسب، ان انا افيد الست. طبعا انت عارف الزمن اللي احنا فيه تحرش وي وي وي، لو على الاقل البنت تحفظ نفسها وتجيب لها مثلا عربيه، لو اقل عربيه سوزوكي ماروتي مش فارقه عندي، بس ان انا حفظتها وعلمتها السواقه. ست مش عارفه مثلا مرتبها كله رايح على اوبر، يعني انا كتير شكاوي كتير، كابتن علميني انا مرتبي كله رايح على اوبر، انا ببقى قبل ما بكسب لا انا باخد ثواب وجزاء من ربنا. طيب قلت لي ان الموضوع فيه 16 مهاره، تمام، ناخد اول 3 4 مهارات كده. اول 3 4 اول مهاره هي الفحص الداخلي والخارجي للسياره. طبعا قبل ما بركب العربيه لازم اشيك على الكاوتشات بتاعتي، 4 كاوتشات قبل ما اركب، قبل ما اركب، قبل ما احط رجلي في كابينه السياره. تمام. ليه؟ لا قدر الله في خرم، لا قدر الله خدت مطب جامد، الكاوتش ريح، لازم اشيك على الاربع عجلات، اخد تشييكه كده لفه حوالين العربيه. حلو. بعد كده اشيك على الميه، هشوف طبعا في حاجه اسمها الدوره الحياتيه للسياره. كل يوم
انا لازم اشيك على الكاوتشات، كل يومين لازم اشيك على الميه، كل شهر لازم اشيك على الزيت. حلو جدا. ده مهم جدا، اسمها الدوره الحياتيه للسياره. عايز عربيتك تقعد معاك وقت اطول، لازم تعمل الدوره الحياتيه للسياره. بعد كده لازم ادخل بقى، ده اسمه الفحص الداخلي، اشيك على الاربع عجلات، اشوف الميه، اشوف الزيت، الدنيا دي كلها. بعد كده ادخل بقى كابينه العربيه. حلو. بعد كده اول حاجه الاكل بتاع العربيه اللي هو البنزين، اشوف مؤشر البنزين بتاعي، اشوف السكرينز بتاعتي، العدادات. حلو. اشيك على العربيه، شوف مثلا لو في لمبه بطاريه ولا شوف الدنيا ايه. اتاكد الاول ان العربيه الفتيس بتاعي مظبوط، احرك على الفتيس، اشوف الدنيا ايه. اشوف الاشارات بتاعتي شغاله، اشيك على طبعا لو ست معاها اطفال، اشيك على الابواب. مهم جدا. دي اسمها مهاره الفحص الداخلي والخارجي. يعني مش مساله ان انا ادور واطلع. لا 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 اطلاقا. ده في اسس. فاهمني؟ اشيك برضو في حاجه برضو مهمه جدا، في طبعا العربيه الاوتوماتيك في اربع حاجات لازم تبقى معايا، والعربيه المانوال اهم حاجه، جركن الميه طبعا الحمراء او الخضراء. انا بحط العربيه الاوتوماتيك ميه مش من الحنفيه، بحط جركن اسمه ميه حمراء او خضراء او زرقاء، ده بيتجاب من البنزينه. استني بس، قول اتفضل. عشان بس اكيد الناس هتقول لك ايه الاخضر والاحمر والازرق نفس ده هو نوع ميه بيحافظ على الراديتير بتاع العربيه، بيحافظ عليه. اه طبعا بيديله زي يعني ميه مضاف اليها حاجات معينه. اه عشان الميه بتاعت الحنفيه فيها كلور. حلو. بتاثر على الريداتير بتاع العربيه. كويس. فاهمني ازاي؟ اهم حاجه الكاوتش، الكوريك، طفايه الحريق، دي مش هقول لك من اساسيات ان هي تبقى موجوده. طبعا لا قدر الله ما اقولكش كذا، لولا انا قلت لهم وركزت على طفايه الحريق انها لازم تبقى، والعربيه كانت كذا مره من عميله ولعت ولو طفايه الحريق طفتها. طبعا حاجات طبعًا مهمه جدا عامل اساسي. اه طبعا في الفحص الداخلي. بعد كده بقى تاني مهاره اسمها الانطلاق والتوقف، ان انا ازاي اشغل العربيه بتاعتي. حلو. مش مره واحده احط المفتاح واشغل، لا ده في ثلاث تكات عشان المفتاح ما يريحش مني. حلو. برضو احافظ على الكونتاكت بتاع عربيتي ازاي. بعد كده المرايات، لو انا مثلا طالع على سفر غير بظبط المرايه غير ما انا ماشيه في شارع عادي. صح. كل حاجه ليها تظبيطه. لو انا ماشيه في شارع عادي بيبقى 25% للسياره و75% للشارع. لو انا ماشيه في هاي واي بظبط المرايه ب 10% للعربيه و 90% للشارع. طب استنى ماشي. معلومات جديده صح؟ بس دلوقتي هيقولوا ايه ال 25 وال 75 والتقسيمات والحساب ده كله. حلو. يعني بقسم المرايه اربع اجزاء. حلو. باصبعي كده زي ما بتقسم برتقانه. حلو. بنبقى 25% لخلفيه العربيه وال 75% للشارع. تمام. 90% بيبقى 10% حته صغيره قوي من الشارع من العربيه، وال 90% للشارع. ليه؟ عشان الطريق السريع بيبقى فيه كذا مسار. تمام. لكن الطريق العادي بيبقى مسارين ثلاثه. ماشي. فهمتني ازاي؟ فهمت. مهم قوي برضو دايما بيتسال سؤال الطرق السريعه، مهم قوي ان انا احتفظ بالحاره بتاعتي. ومهم قوي النقطه العمياء دي مهمه جدا. نعرف الناس بقى. 90% من الحوادث على الطرق السريعه بسبب النقطه العمياء. ايه النقطه العمياء؟ ايه النقطه العمياء؟ النقطه العمياء هي النقطه التي لا تظهر في المرايه. لا تظهر؟ لا تظهر، يعني مثلا انا اما باجي بنتقل من مسار لمسار بدي اشاره، ببص في المرايه الميدل او الوسط وببص في المرايه الجانبيه. وانتقل الاقي العربيه اتخبطت مني. طب يا كابتن ما انا بصيت في المرايه. العربيه دي جت منين؟ دي اسمها النقطه العمياء. النقطه العمياء اللي هي الشولدرز اللي هو نظره الكتف، لازم الف بجزعي وابص على العربيه اللي جنبي عشان ما اعملش لا قدر الله حوادث. طيب تمام. في مداخله معانا. طيب هيرجع تاني بقى. تمام ماشي. تمام وليد. النقطه العمياء زي ما انا قلت لحضرتك، النقطه العمياء دي 90% من حوادث على الطرق السريعه بتحصل بسببها. النقطه العمياء اللي هي الشولدرز. حلو. انا لما اجي انتقل من مسار لمسار او من حاره لحاره بيبقى في ست مسارات قدامي. بنتقل من الحاره لحاره ازاي؟ لازم ابدي اشاره، ببص في المرايه الميدل، ببص في الجانبيه وبنتقل. كل الناس في مصر في جمهوريه مصر العربيه عارفه كده. لا في حاجه مهمه جدا. إيه؟ تلاقي عربيه عملت حادثه، طب انا خبطت ازاي؟ طب ما انا بصص في المرايه. بالنقطه العامية دي اللي هي الشولدرز، لازم الف بنص جزعي كده وابص على العربيه اللي جنبي. ما بتبانش في المرايه، لكن لما ببص بالكتف بتاعي بتبان. يعني هي لو قصادي بالظبط ما تبانش في المرايه؟ طبعا ما تبانش. جنبي كده ما تبانش. لكن لو ورايا سنه اكيد هتيجي. لازم الف في اربع خطوات لما انتقل. اشاره، ابص في المرايه اللي في النص، ابص اللي في المرايه اللي جنب، الف بنص جزعي. اشوف النقطه العامية.
دايما الناس بتقول يا كابتن احنا اول مره نسمع نقطه العمياء لما بشرح في المحاضره او ما بشرح في الكلاس. يقول يا كابتن ايه ده المعلومات دي؟ انا ما عمري ما هو ده المقصود بيها النقطه العمياء. النقطه العمياء دي مهمه جدا. يعني هناك اللايسنس او الرخصه في دبي لو انت دايما بيركزوا على النقطه العمياء لو سقطتي فيها بتاخدي تاجيل سنه. ده حقيقي طبعا. ده حقيقي فاهمني، خصوصا هناك قوانين صارمه جدا. ده حقيقي. وانا بحاول ان انا اتمنى ان كل الناس تبقى كده. طيب اتفضل. المهاره الثالثه، المهاره الثالثه اللي هي المطب، المطبات. اخد المطبات ازاي؟ اخد المطبات انا بهدي طبعا، بيدي فلاشر اللي ورايا. حلو. ولازم ادي ويتنج. يعني دايما الناس تقول لي يا كابتن طب ادي ويتنج ليه؟ عشان الناس اللي ورايا تعرف ان انا داخله على مطب لو حد جاي على سرعه. ودايما باخد المطب بزاويه، ما باخدوش ستريت عشان بحافظ على العفشه بتاعت عربيتي من تحت. طيب المكالمه رجعت تاني. فضل. الو الو. ايوه اتفضلي يا فندم. الو الو سامح. ايوه مع حضرتك. صباح الخير. أيوة. اتفضلي يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الصحه وصباح السعاده وصباح الجمال. صباح الفل على حضرتك. اهلا بيكم واهلا بكابتن رشا. اهلا بحضرتك. اتفضلي، هي معاك ايه؟ مين الاول معلش؟ مين معاك؟ معاك كابتن منى. كابتن منى ده زميل. ازيك حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا كابتن رشا عامله ايه؟ جميله وبارك. كابتن رشا يا جماعه يعني مش عايزين نقول اي كلام. اه السواقه على اصولها والفنيات السواقه واساسيات. بص يعني انا مش قادره اتكلم، مش هقول لحضرتك حاجه. مش محتاجه اي كلام لكابتن رشا نهائي. لا واضح ان الكابتن رشا اصلا يعني قبل ما تكون مدربه فهي يعني استاذه في التعامل النفسي يعني. لا هي انسانه فعلا بتعرف تتعامل مع اللي قدامها وبتعرف تكسب كمان حب اللي قدامها. وانا سعيده ان انا بتعامل معاها وتعلمت منها كتير واستفدت منها كتير وما زلت بتعلم وبستفيد منها صراحه. والله احنا النهارده كده بنحاول نستغلها ونستفاد بيها باقصى طاقه يعني. هتستفاد بجد لان كابتن رشا عندها كميه معلومات وكميه حب وحابه المجال، والحب ده فعلا هي بتحببنا في المجال اكتر ومخليانا كده بنتعامل معاه يعني مش مجرد لا دي رساله، يعني احنا بحاسين ان احنا فعلا بنحب الموضوع. يا كابتن منى احنا بنحاول جاهدين ان احنا نغير وجهه نظر الرجاله ان الستات بتعرف تسوق. والله احنا غيرنا فعلا راي الرجاله والستات يعني خلاص معظم ستات مصر دلوقتي بتسوق. واللي مش مصدق يشوف يعني حضرتك اشر عدد الستات اللي بتسوق دلوقتي. انا بشوف بصراحه. لا انا بشوف. لا يعني نشر عدد الستات اللي بتسوق دلوقتي في مصر وفي جميع الدول واحنا نعرف ان ازاي الستات بتعرف تسوق. ده حقيقي. ده حقيقي. لا الستات بقى معلش احنا كفاءه يعني. لا 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 دي صح دي صح. شرفتيني يا كابتن منى. شرفتيني. ميرسي يا منى. ربنا يكرمك. شكرا. شرفتيني. معاكي هي تقريبا تحت ادارتك او حاجه. دي كابتن منى ماسكه منطقه المعادي ودار السلام وحلوان مانيوال. طيب دلوقتي قبل ما نختم اتفضل هنبدا المره الجايه على ايه؟ ان شاء الله المرة الجاية طبعا انا بحب دايما عملي. بحب اشرح البورد. حلو. هنجيب سبورة يعني وكده ونشرح. طبعا. ماشي. عشان الناس تستفيد اكتر. خلاص. باذن رب العالمين ان شاء الله. باذن رب العالمين المرة الجاية ان شاء الله ناخد بقى 16 مرحلة بالتفصيل. باذن رب العالمين. طيب على وعد ان شاء الله لقاء في نفس الوقت في نفس اليوم في نفس الساعة، وهتكون ضيفتنا ان شاء الله كابتن رشا صلاح الدين في حلقة جديدة من برنامجكم القهوة. استنونا، الى اللقاء.